ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فضيلة الشيخ، بعد أيام نستقبل 10 ذي الحجة، فما نصيحتك للجميع في استغلالها؟ أرجو بيان فضلها والأعمال التي تسن فيها. نعم، 10 ذي الحجة تبتدئ من دخول شهر ذي الحجة وتنتهي بيوم العيد، عيد النحر. والعمل فيها قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعلى هذا فإني أحثت إخواني المسلمين على اغتنام هذه الفرصة العظيمة، أن يكثروا في 10 ذي الحجة من الأعمال الصالحة كقراءة القرآن والذكر وبأنواعه: تكبير، تهليل، تحميد، تسبيح، الصدقة، الصيام، كل الأعمال الصالحة اجتهد فيها. والعجب أن الناس غافلون عن هذه 10. تجدهم في 10 رمضان يجتهدون في العمل أو لا؟ نعم يجتهدون، لكن في 10 ذي الحجة لا تكاد ترى أحدا فرق بينها وبين غيرها. ولكن إذا قام الإنسان بالعمل الصالح في هذه الأيام 10 أحيا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأعمال الصالحة. هذه 10 إذا دخلت والإنسان يريد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، كل هذه لا يأخذ منها إذا كان يريد أن يضحي. فأما الذي يضحى عنه فلا حرج عليه. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن يضحي عنه وعنها لبيته في أضحية واحدة كما هي السنة، فإن أهل البيت لا يلزمهم أن يمسكوا عن الشعر والظفر والبشر، وإنما الذي يلزمه من المضحي اللي هو الأب.